هي البداية تقدر تعرفها من حاجتين، من الاسم مهرجان القاهرة للدراما الدورة الأولى، والأسماء الموجودة على المنصة. يعني أسماء الموجودة على المنصة دكتور أشرف زكي مكون منها التمثيلية، معروف عنه أنه شخص مثابر وعنده فيجن عنده رؤية. شركة بي او دي أستاذ عمرو التقي هي أكبر الشركات المنظمة في هذا المجال في مصر وفي العالم العربي كمان. أستاذ إنعام محمد علي دكتور يحيى الصفراني شكل اللجنة بأسمائها، ده يحسسك إن في حاجة هتبقى مختلفة وحاجة مهمة. أنا بتصور إن إحنا في حاجة شديدة جدا لمهرجان الدراما التلفزيونية. لما بشوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببقى سعيد ومتشرف. يعني السنة دي عندنا الأستاذ حسين فهمي هو رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، حاجة عظيمة. عندنا رئيس مهرجان الدراما أستاذ يحيى الفخراني اسم كبير كمان في الدراما عموما، يعني السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. فأنت عندك يعني كل المعطيات انك تخرج مهرجان كويس قوي. انا يعني عروبي ووطني ومصري جدا بشكل كبير، وبحس انه احنا رايحين لحاجات كويسه قوي في مصر. يعني المهرجان ده انه يعود نرجع للطبيعه، لا احنا كمان مش راجعين للطبيعه، احنا رايحين للاحسن اللي كنا فيه. انا مش متفائل بزياده، لكن انا شايف واقع، واقع بيتغير في كل حاجه احنا لمسناها. حاجة كانت جميلة بقى فيها قبح، رجعت بقت أجمل مكانة. يعني منظمة، النظام، كل الحاجات دي أنا شايفها في المهرجان. فإن شاء الله أنا متصور إن احنا هنعمل حاجة كويسة أوي.